بكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأخيرة. من الجميل أن تبتسم العلاقة الزوجية بشيء من الغيرة المحمودة التي تدل عن اهتمام الشريك بالآخر، لكن إذا زادت الغيرة عن حدها تتحول إلى جحيم لا يطاق، قد يحطم كيان الزوجية وتنهار الأسرة. لمناقشة الموضوع أعزائي المشاهدين أرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة أمل السيوطي، مدربة معتمدة في مجال تطوير الذات ومجال الحوار الأسري. مساء الخير. مساء النور ومساء الورد. أستاذة أمل، اليوم احنا نناقش الزوجة الشكاكة. الحين في الوقت الحالي الزوجة متى نطلق عليها زوجة شكاكة في تزايد الانفتاح اللي موجود؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الموضوع جدا مهم، لكن في البداية حابة أن أنا أعرف ما هو الشك. الشك هو من أكثر الصفات التي تتواجد في العلاقة الزوجية. الشك بيؤدي إلى تدمير العلاقة الزوجية. بس كمان في نوعين من الشك، الشك المحمود، الشك المرغوب المقبول، وفي الشك النوع الثاني اللي هو الشك المرضي. الشك المرضي هذا اللي هو عبارة عن يعني بيكون بيوصل إلى تدمير الأسرة، بيدمر العلاقة الزوجية. هو عبارة عن فيروس، أنا أشبه بأنه هو عبارة عن فيروس بيصيب جسد العلاقة الزوجية، بيؤدي إلى وفاة العلاقة أو النهاية اللي بتكون موجودة اللي هي الطلاق. تخيلتي كيف أنه مثلا يكون فيروس بينتقل للجسد بيؤدي إلى الموت. الشك اللي هو بطريقة مرضية. طيب نقدر نطلق مثلا على أنه تكون المرأة شكاكة لما بتوصل لمرحلة شك مرضي في علاقتها مع زوجها. مراقبة الزوج بشكل مستمر، تفتيش أغراضه، الأسئلة اللي دائما بتلاحق الزوج والرايح والجاي بالضبط. فبيشعر الزوج انه عباره عن يعني انسان مخنوق، ما في ممكن حتى ما نقدر نقول انه هو قادر يتنفس او ياخذ اكسجين من كثر ما هو حاسس انه في متسلط عليه الضوء، مراقب من جميع النواحي. فهذا اللي بيدمر العلاقه الزوجيه. عارفه استاذ امل، في ناس تقول لك لا انا اغير غيوره. في خط رفيع بين الغيرة الزايدة وبين الشك، كيف نقدر احنا نفرق بينهم؟ تقول لك لا تسوي اشياء، تقول لا انا عشان اغير عليك اسوي كذا، وهي تشك فيه ما تغير عليه. ايوه، في فرق ما بين الغيرة وما بين الشك. طبعا الغيرة والشك الاثنين المصطلحين هذول ما بيتفقوا معانا في اللي هي العلاقة الزوجية، لكن في غيرة حلوة حتى الزوج يعني يحبب أو يرغب فيها أن تكون موجودة في العلاقة ما بينه وما بين زوجته. الغيرة اللي مثلا أنا ممكن أسأل زوجي أنت وين رايح بهدف أني أنا خايفة عليك مثلا، أو أنه أنا أبغى أعرف وين رايح. نفس الشيء اهتمام، يعني اهتمام. الغيرة اللي بالاهتمام، أنت بالشكل هذا بتحتوي الزوج. يعني الغيرة الحلوة بتخلي حتى الزوج مرغوب، يحس نفسه أنه هو مرغوب. لكن الغيرة القاتلة هي اللي بتؤدي إلى الشك المرضي. في ناس بتقول لك لا أنا ما أغير عليه، في نساء كثير يقول لك أنا ما بغير على زوجي، بس أنه أنا بتابع خطوة خطوة. هذه ما تعتبر يعني اهتمام. هذه تعتبر أنك أنت قاعدة تتصيدي كل صغيرة وكبيرة على الزوج، وهذا بيأثر تأثير سلبي على العلاقة الزوجية اللي مفروض أنها تكون قائمة على الاحترام، على الثقة. الزوجة الشكاكة يعني أنا يعني سؤال، هل ممكن في أسباب أنه تحول هذه المرأة أو ضغوطات تحول هذه المرأة إلى واحدة شكاكة؟ في قانون معروف لدى الجميع، لكل فعل ردة فعل. أكيد أنه المرأة الشكاكة ما أصبحت شكاكة من نفسها إلا بفعل صدر من زوجها. قد يكون صدر هذا الفعل أو قد يكون هي، في نساء أحيانا يتوهموا أو يكبروا الموقف، مثلا يكون موقف بسيط يعني تخليه أو تتخيل بتفكيرها تخليه شيء أو مشكلة أو قضية تدمر علاقتها. ممكن كمان تدخل مثلا أفكار معينة، خيالات معينة بالضبط موجودة. بالضبط. أهم شيء في العلاقة الزوجية قائمة الثقة إنها تكون قائمة على الثقة ما بين الزوجين، ثقة الزوجة بنفسها. جميل، أنت قلتي لي الثقة، لكن الثقة ما تجي من فراغ، الثقة يبغى لها تعزيز. بالضبط. يعني كيف ممكن إحنا نعزز الثقة بداية في المرأة؟ كيف ممكن تعزز ثقتها بنفسها من خلال الزوج؟ دائما أنا دائما أنصح الزوجات بأنه الحياة حلوة،
والحياة نفس ما قلت في اللقاء الأول، الحياة مستمرة. أنت لو اشتغلتي على نفسك، لو ثقفتي نفسك، لو حاولتي أنك تهتمي بنفسك أكثر، ما تحط الرجل ضمن تفكيرك أو ضمن محورك أنه كيانك وتفكيرك منصب على زوجك والراح وانجاز، لا هي مو حياة هذه. الحياة أنك تهتمي، تحتوي زوجك، تحترميه، تقدمي جميع الاحتياجات اللي هو محتاجها، بس كمان أنت محتاجة أنك تهتمي بنفسك، توسعي مدارك تفكيرك، هواية معينة، ممارسة عمل معين، صديقاتك، تحاولي أنه تلمي بجميع الحاجات هذه، تسعدي نفسك عشان كمان تسعدي يعني زوجك. يعني أفهم منك أستاذ أمل أنه الوحدة ما تركز على مسار واحد في حياتها، عشان بالضبط. كثر الضغط يولد الانفجار. بالضبط. وهذا اللي عم بيصير في البيوت يعني، والطلاقات اللي سايرة بنسبة مرة كبيرة بين الشباب والبنات بسبب هذا الشك والغيرة. بالضبط. كمان في المرأة عندها إحساس مرهف. نلاحظ أن المرأة تحس بطفلها الصغير، يعني أحيانا هذا الميزة تميزها عن الرجل، تحس بإحساس أنه مثلا الطفل هذا بيبكي محتاج ينام، أو محتاج البكاء هذا محتاج أنه يأخذ وجبة أكل، فالشيء هذا بيميزها عن الرجل. لما بتوصل لدرجة الشك المرضي بتدمر هذه المهارة، بيصير جواها زي ما تقولي يعني الحس ثورة. نفسه خلاص ينقتل فيها، خلاص ينقتل فيها المهارة هذه، تروح منها ويبتدى الشك المرض اللي بيقتل العلاقة الزوجية. طيب دكتورة، في الرجال يخافون من الزوجة الشكاكة أنها ما تستطيع، ممكن تؤدي إلى غيرها وما تقدر تسيطر على نفسها وممكن تدمر كمان حياتها، فإيش رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا الزوج أو الزوجة لما بيقدموا على موضوع الزواج بيكونوا هم الاثنين متخيلين أنه هذه المملكة لازم تكون قائمة على أسس قوية ثابتة ما تنهار في أي لحظة من اللحظات، يعني لازم يكون في ثقة، في احترام. الزوج لما يفكر انه يتزوج محتاج انه يرتاح، محتاج انه يفهم الشخص اللي امامه، يعني احتياجاته، رغباته، طلباته، كذلك الزوجة. انا عشان اكون واضحة في حواري، انا لا مع الرجال ولا مع النساء، انا مع العلاقة الزوجية الصحيحة. فكل ما كانت الزوج والزوجة مبنيين علاقتهم على اساس من الحب والتفاهم والحوار، دائما الشك اللي بيصيب المرأة الشكاكة لأنه ما في حوار بينها وبين زوجها. طب أنت كل تفكيرك في زوجك، حاولي أنك أنت تتحاوري معاه، توصلي لنقطة معينة، تحاولي أنك تشوفي مثلا هو إيش الحاجة اللي محتاجها. طب في، لو نجي الحين مثلا لمعالجة الشك، في بعض المرات يقولوا لك في الحياة الزوجية لازم تكون في مساحة من الحرية. بالضبط. للزوج. بالضبط. كيف ممكن المرأة تكون ببر الأمان، يعني أنا أعطيه مساحة من الحرية بحيث أنه ما يؤدي فيها إلى الشك؟ بالضبط. أنا جدا السؤال هذا جدا عجبني، لأنه كل ما أعطيت الرجل مساحة من الثقة كل ما أعطاك أمان. يعني الشيء هذا بيجهله كثير من النساء، فهي حاسة أنه كل ما خنقت زوجها بأنه تشك أو أنها تكون وراه بالمرصاد، انه هي كده بتحافظ على العلاقه الزوجيه، والعكس صحيح، هي بتهدم العلاقه الزوجيه. في عندنا اللي هو احنا تكلمنا عنها في اللقاء الاول، اللي هي رخصه القياده الزوجيه. من العوامل اللي بتساعد انك تاخذ الرخصه هذه انه يكون عندك استيعاب انك تعطي الزوج قدر من مساحه من الثقه، تعطيه مساحه من الثقه يشعر من خلالها انه هو كمان بيريحك وبيعطيكي، يوصلك لمرحله الامان والاطمئنان. طيب دكتورة، يعني احنا جينا كثير على الزوجة الشكاكة، بالضبط. ما بالك يعني مثلا بالزوج الشكاك؟ اوكي، طبعا الزوجة الشكاكة بتراجع حساباتها كثير، يعني قبل ما يحصل موضوع الطلاق بتحاول انها مرة ومرتين تعيد التفكير. لكن العكس صحيح، الزوج الشكاك متى ما شك في زوجته وخلاص يعني انتهى، كل جمع كل الافكار والعوامل اللي خلاص عرف انها هي ممكن يشك فيها، بيحدث الطلاق. طبعا احنا ندعي الجميع انه يبعدون الشك، عشان إن شاء الله. الشك هو اول يعني نواة واول مكروب زي ما انت سميتي يهدم الحياة الزوجية. صحيح. نعم، كل الشكر موصول لك الأستاذة أمل السيوطي، مدربة معتمدة في مجال التطوير الذاتي وفي مجال الحوار الأسري. شكرا لك. ألف شكر حبيبتي، ألف شكر.